بعد تجربة مقاطعة بود بخصوص توفير الزي المدرسي الموحد، أطلقت المنتسبات لاتحاد نساء غرغل مبادرة لخياطة الزي المدرسي والتوفير لكافة مدارس مقاطعة كيهيدي بأسعار معقولة. ويتوفر الاتحاد على ورشة الخياطة تعمل يوميا على صناعة عشرات القطع من الزي المدرسي وتوجيهها للسوق المحلي. يضم هذا الاتحاد عشرات النساء من أجل المساهمة في تنمية ولاية غرغل، ونقوم بعدة أنشطة تجارية متنوعة وكتعبير عن تأييدنا لخيار المدرسة الجمهورية. حرصنا على فتح ورشة خاصة بخياطة الزي المدرسي ونوفره بأسعار معقولة للمدارس في كيهيدي، ويحظى منتوجنا بإقبال كبير من آباء التلاميذ وأصحاب المبادرات الخاصة الداعمة لقرار توحيد الزي المدرسي. هاي الجمعية لاتحاد نساء غرغل دعم المدرسة الجمهورية، واستعد لهذا النشاطات اللي شفتوا اللي يعنوا التلاميذ من المدرسة، وقصد بها كامل لا ندعم العليات ونعاونهم، خاصة العليات اللي ضعفاء، الأسر اللي ضعيفة، اللي ما عندها الإمكانيات قبال اللي تشري بهم هذا الباس، ونبيعوا لهم احنا بالسعر متناول حتى إلين ذاك. ويعمل اتحاد نساء غرغل بالتنسيق مع مختلف الجهات على تلبية طلبات توفير الزي المدرسي مع احترام المقاسات الواردة في المقرر المنشئ لألوان الزي الموحد. شاكرين عليه الرئيس الجمهورية على الزي اللي عدل التلاميذ كاملين واقتراحه له، نعدل لوارك الزي نختاروا على أن الناس كاملة تستفاد منه وتؤد إفادة، هذا نقول لهالعليات وللرجالة، وهذا الفقير والقني كامل استفاد منه، معناها لأن شاكرين الدولة على الاختيار اللي قالوا، وإحنا العليات هون القرقل سرتو كيهيدي معدلين هذا للسانتر، استفادوا منا الناس كانوا مدارس كامله يشتروا من عندنا ومهونين ومللي اجلي استفاد الناس كامله. وغادي اسوسياسيون غادي انا يغارو. في هذا التجمع النسوي نقوم بأنشطة مختلفة تراعي خصوصية مدينة كيهيدي المعروفة بالخياطة والصباغة، ونحن الآن نتواجد في ورشة لصناعة الزي المدرسي محليا، وقد تمكنا من توفيره بأعداد كافية، ونشكر الدولة على قرار المدرسة الجمهورية الجامعة لكافة أبناء الوطن. وقد ساهمت الورشات المفتوحة في عدة مقاطعات من ولاية غرغل في توفير الزي المدرسي الموحد بالكميات الكافية في ظل اهتمام بإنجاح ومواكبة أهداف المدرسة الجمهورية في سنتها الثالثة. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مدينة كيهيدي.